الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسين داودي اليو دقستيال كسود وادا برنامج كاتا تنعيميات كا وصند والبا قرانو كلاات كلا سعطان راديا تلفشي كا غركا صوماليات برنامج كينا تنعيميات كا او ان كتر تنسينو دقموين كا يو قبلادا دلكا ايا وحا ومريا وريقي سي سدحاد وحانا عاوا كبرة تميا دقمدا ياخشي دي قبلكا بنادر يو دقمدا دهار اي قبلكا سناك برامج كايا وحتى بقلينتا وربعين تقارنتا اي كالك اسكالك هاشدين مامولكا قبلكا بنادر يدورين على سؤالات كان معلمين صوماليا دودلكا قديسي دي ودي سكسوغان اي نقطة غيرين اسلامالكا سنا اي قعنكا قيستا كدي ميدا علمي غفانكا يسوغانتا هذا وطرتا كينا عاوا وهميدا دوحي سبادن اسلامالكا سنا اي ترتمياشا يخشيد يو دهار اي غسي قد بدونا وري غفرات ترتميه يقولستا ايو حان كرجينينا ان ترتم نحب سميله اي صوبا ديغان لبدا دينعبا وغورين ان فيريو سيدا ينو مقاليان اي ديار قروه سيدا وياي هلو دهار هلو راديو مقدشو هلو يخشيد هلو راديو مقدش واتا اي صوبا دهار دهار ديار قروه ينا عاو واسده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معاد عيب بدا بدأت وحا معاد وحا أمها العلنين دولة دهو سي حمر يورباهين تغران كالصومالية وإسكاكا شوي مالقلين يورباهين تبران كان ترتناقوناتك وحا سيوة الجيرة أمها العلنين قدد ترتناقوناتك تأدي ياشا ترخن كي مجاجي ليست ياشا يدمان هول ولا نبع في سيجي غران وحا سيوة كلاد ترسم ياشا الدقمال الدهار يقبل كسنا وحي أمهد علنا يندمان قبل الذي كقب غاطي ترقن علمياتك سجارة وحن أمهد علنا إن دقموين كأوجد بوريك أفراد دقمال كاران يدقمال وطن نبضى مجالة المقدشو ترسم ياشا الدقمال الدهار يقبل كسنا وحي عاوة أسود ديار قروين سيكا دوان ديار قروين ودهوري ما داما وطرقن كو مركض ما يسويس بدلا يو إن شاء الله أنا وحنا كره جوين نهاي إن أنا صنعت كا نقوله أنا أنا ترتن علميات كا نقول أنا هرمود كا ترتن دولات كا أما هرمود كا تجمعين كا دولات سومالية صنعت كلاسون هذا يوم ستين نهار واتكم ستين ديار قرو جينا لين عكلا ديان يعنى هلا ويخشيت هلا وريدو مقدش سود هذا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد markar waxaan ma hadalina ina allah subhanahu wa ta'ala ee annaga oo nabad qabna na kulansiyay marka xigta waxaan ma hadalina ina radio muqdisho iyo television ka qaranka soomaaliyeed waxaan kaloo ma hadalina ina maamulka gobolka banaadir ee barnaamijkan quruxda badan taa bagaliya waxaan leenaa walaalaheen reer dahar soo dhawaada ee tartan qurux badan inoo naxmaraan rajeynayda insha allah وتهي هذه هذه يوم ستي يقولون أمر دو سؤالات كي ينقذ قلي الناس ساعته عبد الناصر داي سبرية يو صاحب كي كاهية أو جدي كم يدارين عا بدحنا وحاجة فديا تجاريا شيء دموي كا أسو تجنا دور كابين أبها يججمو هاي هذا كلا برت كدو فيلا لا ألبان كجيلا يسوع كسر هلا ليو نانتا دا لغو كسو دويلا دحرن هاي أني كم هذا عد هلو راديو مقدشو بسم الله الرحمن الرحيم دقمدا دهار وهي قبسانيسا لمبرك سيديداد لمبرك سيديداد برنامجك محمد وماتن تهي وحا لمبرك سقالات يا نوح سنا يخشيد وصهري وطاي سؤال وحلو بلام يخشيد وطاي يخشيد دقاي نوفر سؤالاتك إذا كان يالي ذكو بلابي سؤال شو غوري سنا وحي ودع ساسيدة رئيس الوزاري دولتي داخلي الله ونحرسته عبد الله عيسى محمود مركي أفر سنة جرست حكومة ديسا وحوك دواغين هرمر لقسمية تردى كوكر داي مامول كي تلياني جاي في تشاريو شقالها صومالي دا هذا بشيك بقول كي باي مساء يا كور داي مركا لانكو عري يخشيد رئيس الوزاري دولتي داخلي الله ونحرسته عبد الله عيسى محمود مركي أفر سنة جرست حكومة ديسي وحوك دواغي
in horumar laga sameeyay tirada ku korodhay maamulkii talyaaniga ee fitishaari iyo shaqaalaha Soomaalida hadaba sheeg boqolkiiba imisa ayay ahayd kororkaasi mar saddexaad yaqshid ra'iisul wasaaraha dawladda daaqiliga Allaah naxariista Cabdullaahi Ciise Maxamuud markay 4 sano jirsatay xukuumadiisi wuxuu ku dhawaaqay in horumar laga sameeyay tirada ku korodhay maamulkii talyaaniga ee fitishaari iyo shaqaalaha Soomaalida hadaba sheeg boqolkiiba imisa ayaa ku korodhay waxaan idin ka sugnaa jawaabta yaqshid
الو ياسيد. الو راديو مقدشة. جوابت. بسم الله الرحمن الرحيم. جوابت سبحان الله إن شاء الله. طبعاً إيه سديد لبيع سديد أن يأفر 60 متر سدح جبارة. صحيح غلط قديا. tartooyasha degmada ayaa heshiiday ee gobolka Banaadir su'aasha la weydiiyay jawaabta ay ka bixiyeen waa qalad si ka faa'iideysi haloo dhahar haloo radio muqdisho jawaabta bismillaahir rahmaanir rahiim jawaabta aan ka bixineyno mugaas waxa noqonaysa sidan jawaabtu waxa noqonaysa 4 eber 7 3 hal 4 3 cm cube sahi qalad gudiga degmada dhaare ee gobolka Sanaa kama faa'iideysan su'aasha soo aray martay yaqshid waa tahay gudiga ayaan ka sugeynaa jawaabta sax ah waayay su'aasha la weydiiyay labada degmo soo aray martay jawaabta saxda ah waa sida tan meel ku qorta waa 1,406,720 cm³ ama sadex jibaaran hadii markala aan ku celiyo waa 1,406,720 cm³ sadex jibaaran waa tahay waan filayaa in meel lagu wada qortay goor dhow waxay noo socdaa dhacdaalkii barnaamijkeena iyo weliba tartamihii ama daawadihii iyo dhageystihii xalay ku guuleystay abaalmarinta oo ahayd gabar ku nool magaalada Muqdisho qadka ayaan soo geli doonaa insha allah waxaana weydii doonaa in abaalmarintee la siin karo waa ka hubinaynaa miya waa tahay waa su'aashii afraad ee dhinaca degmada dhahar waxaan u dhicisaa sida tan khuburo isugu jirta Soomaaliya ajaanib oo la shaqeeya wasaaradda petroolka iyo kheyraadka dabiiciga ee dalka ayaa warbixintooda sanadlaha ahayd kusoo bandhigay higsigooda 2030ka in dadka in dalka uu yeelan doono ceelal shidaal oo ku filan si ay u helaan dhuumo shidaalka qaada oo leh tayo wanaagsan ayay qandaraas siiyeen shirkad samaysa dhuumaha shidaalka qaada waxayna ka dalbadeen dhuumo ka samaysan biro haddii daloolka dhuun qaada shidaalka uu gacankeedu yahay 4.7 cm taasoo laga dhex dalooliyay dhuun bir ah oo gacankeedu yahay 6.8 cm jooga dhuunta birta ahna la dalooliyay waa 455 mitir haddaba xisaabii qaybta birta ah ee hartay u qaado in bay ay la mid tahay 3.4 kuna sheeg jawaabta mitir 3 jibaaran aan mar kale ku celiyo dhahar khubaro isugu jirta Soomaaliya ajaanib oo la shaqeeya wasaaradda petroolka iyo kheyraadka dabiiciga ah ee dalka ayaa warbixintooda sanadlaha ahayd kusoo bandhigay higsigooda 2030ka in dalka uu yeelan doono ceelal shidaal oo ku filan si ay u helaan dhuumo shidaalka qaada oo leh tayo wanaagsan ayaa waxay qandaraas siiyeen shirkad samaysa dhuumaha shidaalka qaada waxayna ka dalbadeen dhuumo ka samaysan biro haddii daboolka dhuun qaado shidaalka uu gacankeedu yahay 4.7 cm taasoo laga dhex dalooliyay dhuun bir ah oo gacankeedu yahay 6.8 cm jooga dhuunta birta ah ee la dalooliyay waa 455 mitir xisaabi mugga qaybta birta ah ee hartay u qaado in baa ay la mid tahay 3.4 kuna sheeg jawaabta mitir 3 jibaaran mar saddexaad hadaan ku celiyo dhahaar khubaro isugu jirta Soomaaliya ajaanib oo la shaqeeya wasaaradda petroolka iyo kheyraadka dabiiciga ee dalka ayaa warbixintooda sanadlaha ahayd kusoo bandhigay higsigooda 2030ka in dalka uu yeelan doono ceelal shidaal oo ku filan insha allah si ay u helaan dhuumo shidaalka qaada oo leh tayo wanaagsan ayaa waxay qandaraas siiyeen shirkad samaysa dhuumo ama dhuumaha shidaalka qaada waxayna ka dalbadeen dhuumo ka samaysan biro haddii daloolka dhuun qaado shidaalka uu gacankeedu yahay 4.7 cm taasoo laga dhex dalooliyay dhuun bir ah oo gacankeedu yahay 6.8 cm jooga dhuunta birta ah ee la dalooliyay waa 455 mitir haddaba xisaabi mugga qaybta birta ah ee hartay una qaado baa inay la mid tahay 3.4 ku sheeg jawaabta mitir 3 jibaaran jawaabta ayaan idinka sugeynaa dhahar insha allah
هلو دار هلو راديو مقدشو جوابتا. بسم الله الرحمن الرحيم ترتمياشا تقمد دهار قبل كسناج جوابتا واحد كبدي هنا يان صدح ديدي أفرتني يسان بيتر كيوب صحي قالت قدقة ترتمياشا تقمد dahar ee gobolka sanaag su'aasha la weydiiyay jawaabta ay ka bixiyeen waa sax waana hadii aan mar kale ku celiyo waa 3.45 eber 3 meter 3 jibaaran ama waa 3.45 eber 3 meter 3 jibaaran mar kale hadaan ku celiyo wow subaxa ina marsha soliyo sanaag bari baan u tageyna sawir baa laga soo cunaya subaxa ina marsha dalxiiska tale ayaan marina subaxa ina marsha dhaxar dalxiiskeena subaxa ina marsha hasaatee waxaan jecelnahay inaan idinka wax u daaran caawo fariimihiiga gaabnaa inaan nala wadaagtaan suuragal waynu noqobaysay cilad farsamo awoodeed tahay isku soo noqod wanaagsan daawadeer iyo dhegeystayaal waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena tatan cilmiyeedka caawa waxaa miiska noo saaran oo baratamaya degmooyinka yaqshiid iyo dhahar oo gobolka banaadir iyo weliba gobolka sanaag kala matalaya waana wareegii saddexaad ee tartanka cilmiyeedka ay iska kaashanayaan taabagelinta maamul gobolka banaadir iyo baahinta qaranka soomaaliyeed sidaan horeyba idinkugu sheegnay xalay waxaa abaalmarintii dhanka su-aalaadka la garan waayey ku guuleysatay gabar magaceeda ama lagu magacaabo sacdiye maxamed axmed khadka telefoonka ayaa hadda si toos ugu jirtaa halo sacdiye sacdiye codkaaga korna u qaad kusoo dhawow barnaamijka tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka waa tahay aniga iyo dhammaan bahda barnaamijka iyo daawadayaasha iyo dhegeystayaasha bal nala wadaag sidai xalay barnaamijka ula socotay iyo sidaa fursada uga heshay ka jawaabista su-aasha wallahi barnaamijka in muddo aad ula socday xalayna waxay yeed kusad aada weyn waa isku dayay su-aasha maasha allah waa ii saxna waa tahay su-aasha ka jawaabtay maxay ahayd maadooyinka san tv-ga mise aqoon guud biology ka jawaabtay miya waa tahay sacdi marka hadda waxbarashada miya ku gudi jirtaa mise waa dhamaysay waa tahay waxaan filayaa degmada wadajir ayaad ku sugantahay ama degan tahay ayay ka waran barnaamijka maadaama aad kamid tahay daawadayaasha iyo dhegeystayaasha barnaamijka kor aad nagala socotid wax talay tusaale aad noo haysa ma jiraa wallahi wax talay tusaale idin ahay aada u faraxsana maadaama aad tusuusiiseen dadweynaha idin dhegeysanaya su-aalaha jawaabta nambarka gaabana siisaan ka sokow inaad adiga abaalmarin ku guuleysatid sacdi waxaa ka faa'iidaysa ma jiraa tartanka ama su-aalaadka a maqnaa oo aad ka dhexesho in badan aqoon badan aad ka faa'iidaysto aan marka hore aanan aqaanin dhinacyo badan aqoonta guud iyo maadooyinka alcilmiga aqoonta guud iyo maadooyinka cilmiga intaba dhinaca waxaa badan aqoonta guud waa tahay waxaa umaleynaa dalka wax badan oo aadka aqoon oo lagu sheegay su-aalo badan oo dalka aanan hore aaga aqaanin aad bartay waa tahay waxaan rajaynayaa inaad qoran doontid oo buwaagta aad buuxin doontid sababto
سعديو جاجوبا يا كل الله يسعدك. انا هرت هذه وحا مقلي هرمدين دم وحا وشيتي بواق الا قتلك هذا وحا لك جرنجر لو قراي وين قالت وحا لي قريص الله يرميا بواق ايد يا سن مدى افر سنه قرن اسئله اد كفايدك اي وحا مقلي ددك معنا ارماجوين كدراي كو حريستا دردن مقشت الله بوق لك شي رميا ما دركي بواق على فرقشت لا يكو افتيني يا قوت سعديو سؤال سيوك جوابت لأقول لك أنه جوابي مكو إلا أقول وحبسة لي بس عديت ودرمويك سوف كتي قبل يسيك وطا وطا يا جمه سعدي يا عبالي يا أقول لنا هاي عبال مريد تغذنا دقيقات قده هدوا وكوسو غير دون سيد مامل كهدي نوشي اغين وحن رجينا يا عدن يرى كروا دكو رميدا إني كفا يدي سدونان سيدا عدنا دلال كادو سمي سينا يو سمي دونا إن شاء الله قيبا كالي برامش كنا يسوك دو قلينا إن شاء الله
هلو يا أخسيت. هلو راديو مقدش. جوابت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. النجو آخر تمياش الدقمد يا أخسيت سؤاش الجوابت وحين قريسة إن شاء الله لابو متر برسكن. صحيح قالت قدقة. ترتمياشا دقمد يا أخسيت قبل كابنادر سؤاشا سوى صهر المرتي وكما يسن جوابي. سيكا فايديسي هلو نهر. هلو راديو مقدشو بسم الله الرحمن الرحيم. ترطمياشا ديقمدا دهار قبل كنساناج جوابت وحي كوب بحينا يان وحي كوب بحينا يان لابا ديرشان متر برسكن حقاشن وحي نقوان ساتقاشن دكليل. صحيح غالد قدية. ديقمدا دهار قبل كنساناج كما فايديسين سواشا ياخشيد سوهر المرتين. ايها باي جاجي واو انا ايو باور كاسكو حلو صدح الجيرة الحلقاب واسو وريت الجيرة التياتر قبو واسي صحي الدرافيات قاح تي كاران استقي تيب واسي صحي صوف على بو باور كو هنوغي وانا جو باور كان باور كان اخو هاي كوا علماء قشتان باور اقني وطاجر وزارة نجو ايه عباس سوك سوك كنيسة مركة هون نمبر عطل ايه ابي عباس كاقر كاقر يا ما يا ما سيئ سيئ أيانتي في رعي شكتا وباور كاع الباب لو دعاية سلوه قلت كاك صوت على الله كسا 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 حماك وحما علميك الباور كيس دهال وحرا إيجا حلو قدام بركي أفرق للدولة عيني هاي 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 جاوبت جاوبت قد دقائي نكسكونا إن شاء الله. سؤالش عصار مرتل لما ضدك مجوابتي لصحة أي واسطة كان عندماتك وافر نبيع سدة حمتير برسكن تيادة تاسو كوبي أجن حاجش أول حيسا كان أنت إيو بلحاتك وافر يتوان نبيع تضو ذكري هدي مركل أنا أقول عليه جوابته مالك غرتها وافر نبيع سدة حمتير برسكن تيادة تاسو كوبي أجن حاجش أول حيسا كان أنت إيو بلحاتك وافر يتوان نبيع تضو ذكري الدكري معناته واحد ما هذا واحد يفصوم الله قليل وده لا يا بيه وده هو سؤال عشان هذا لنا عاد ما ذا نهر وحين نودع ساسيدان وايمي سفقان تا ودح يس ايون هل دنا بلا او اي ستوبيس كا بوتاسيوم عليس اتم كيس يهاي صدني سغال يو افرتان وحين ليه انت مر سعود تاسو لسا ميسان ايسو حقل حقل بغول سيديتن دكري عفكا اسبكتر موتركا هدي أيونسكا أي كسعدان دبو قعن كحوذان تيسو أي تهي كنتون سنتيمتر هدبو وانتي حقشا تيتا أي لوب أهي هاي دين عوال بأي كمي ده سعشادة أيونسكا بارتماها لبدا حريق اسمانا دبو ليان أن مركز كوحيريو دهار وايمي سفوغان تهو دحيسا أيون هل دنبلاء أو أي ستوبيسكا باتوسيام عليس أتم كيسو يهي صدني سقالي يوافرتن وحين الليه انت مرسوعة تاسو لا سميسان ايسا حقال بغرس ديتن ديگري عفكا اسبكترمويتركا هدي ايونسكا اي كوسعدان دبو قعنكا حدنان تيسو او يهي كنتون سنتيمتر هدبو وانتي حقاشا تايتا اي لوبا هن يهي دين اعوال باقي كمي ده سعشادة ايونسكا بارتماها لبدا حريق اسمان الدبو ليان هدا مرسي ده حدكو عليا دهار وايميسا فقانتا او دحيسا ايون هل دنبلي او ايسوتوبيسكا باتوسيام عليس أتم كيسو يهي صدن يستقال إيا فرطن وحين اللي ينتمر صعود تاسو لسا ميسان يسا حقال بغل صدن بغل سيديت انتقريئة عفكا إسبكتر موتسكا هدي أيونسكا أي كسعودان دبو قعنكا حودان تيسو يهي كنتن سيتيمتر هدبو انتي حقاشا تايتا إي لوبا هن يهي دين عوال بأي كمي ده سعشادة أيونسكا إي برتماها لبدا حريق اسمان الدبو ليان وان فيليا اينا دي مغشين دي وقتا اينا دي كسوغي اينا دهار ان شاء الله.
هلو دار هلو راديو مقدسو جوابت بسم الله الرحمن الرحيم ترسمياشا تقمد الدهار قبل كسنة جوابت وحيكو بحينا يان عارسين ما شاء تحلي هذا عارسينك عارسينك صحيح قارد قدية تقمد الدهار يا قبل كسنة كما جوابين سواشا سكة فايدسي هلو ياخشيت هلو راديو مقدسو جوابت النبا ترسمياشا دقمدا ياخذ جواب فتحنا ان شاء الله وحنا غدو انت الفينس اتشمس هل مركو علي الفينس اتشمس صحيح قلت قدي دقمدا ياخذ كما فايده سن سواشا سو هر مرتين دهر ور حدين بو ها اسك نافلا دو شي كده وقت قدي يا يعني جوابته صح راك تسوي ان شاء الله وهي هي سؤالها لبدا دغمه سو هر مرتين جوابتي ده صح هي واسدتن مغا ماده سنت هو استيك 9 مغا ماده سنت هي وا استيك 9 وطاي مغا ماده سنت هي بالمغا لا دمي ولا استيك 9 بعده ما هو خطي داودري دغي سيال عن سوق انا قبل بودا برنامج كينا قروا برامج كلا يا نغ سو فول له او اي كود برتميان عبد العزيز شيبس او قبل كبدادر قبل كبنادر كود تسن حساه تقدر نحتار كدي وحان يديس قد بدون نتيجه كما دمست ان شاء الله هاي داود الريدي السيال وحا نقول سكتان بوا نتيجة دي كمدن بيستا ترتن كي عاوة يقشي ايو نهر قدرة تميين عبد الناس دا سبريا يعني ذكو ريجنا محمد ماظن تهي عاوة حد عاي ترتن ادو علوس مدام لسوقر قبيد دم بي ترتن رمضان كا ودو مين كو دم بي ترتن ميان ترتن كالا دنو سيارسي وحا عاوة ترتن يقشي دو قول كبران ديرا ايدي من الدهار يقول لك سناق هدام كور مرة دم بي يقشي دو قول كبران دير تطلب السؤال يا لودي وحق الهد تطلب السؤال لودي هل سؤال كلية كجراتي وهل كاس كوش لبدي بعود وحكة فايدة سميش سميش سنهيل تطر جودة شو لبدي بعود ظهر ده وصل لابتوب سناجا وحال بدي تطلب بدي بعود تطلب سؤال ود تطلب اللي بدي يتوس كهاد وحكي جبت السدح وكوش اللحد بعود إن وحى سك فايدة سوى شيء لبس سؤال وصهر مرة يقشد لقدر اللي حافر لقدر وطبعا طبعا بعود أي كبول استي مع ترتان كجبل سعوة إذا كمل أفرد ما تقولي طبعا أو كبر الدهر يقشد أو لبا لوجو بدي وتهيا دي هذا يوم مسيحين لبا تختم يا لبا يقشد يا دهر ترتن كفروح بين عاو صبا دكان قردونا وحان يدو كدو بدونا برنامج كره إن شاء الله ويكبر تم يعني عبد العزيز يوشيبي سدي على ودر اللي كان نخذه تاني كرة تدبي وبعد برنامج كدو بنا وإذا نسيت أي نبت قلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيوتها جايين